هي دي هي دي هي دي اللي هتسرق لنا المتحف. دي ايه؟ دي بنت. طب وماله البنت؟ البنت دلوقتي بقت مدرسة، بقت محامية، بقت دكتورة، مهندسة، ديلر. كلام ده يا ماما تقوليه في الستات ما يعرفوش يكذبوا مع مفيدة شيحة واصحابها دول. يا جماعة بس هي مهما كان هي بنت. انت ليه كده بتقول على البنات ان هم حاجة قليلة؟ ما انا قدامك بنت اهو، اكتر واحدة في مصر عندي فولورز على الانستجرام. ابقى ناجحة ولا مش ناجحة؟ يا ستي مش قصدي ومش وقت حقوق مرأة، انا بتكلم ان الست تخينة تخينة، هنيجي نهرب بالعقد تيجي تتزقر في اي حتة ضيقة ومش عارف نهرب. على فكرة مش مشكلة خالص، انا شفت ناس كتير قوي بتقتل جوزهم وبتاكل اطفالهم وهم كلابيز عادي. انت مش بتشوف سبايا الخير؟ لا بشوف ذا فويس. خلاص تعالوا يا جماعة تعالوا نروح لها، انا اصلا شاكك ان دي بنت وشكله هيطلع ابراهيم نصر. لا لا ما بعملش مقالب سوري. خلاص ما تزعش يا عم سيف. يلا يلا نروح. هات لي شيشة يا ابني. هاي السلام عليكم. اتفضل. ممكن بس ناخد من وقتك كده خمس دقايق؟ اقعدي يا اختي. احنا هنقضيها نظرات ولا ايه؟ خلاصوا. اصل احنا معجبين. هو يعني لا مؤاخذة بس حضرتك ولا حضرتك؟ يوبا حضرتك وحضرتك وهنقعد بقى نستظرف يا جدعان. حضرتك والنعمة بيتي بيت بيتي بيت. انا برضو بشبه صح؟ صح. قصدك على البت سميرة بيرة اللي في فيلم الفرح؟ بصي حضرتك الشخصية دي اصلا مقتبسة مني، يعني عارفة دنيا سمير غانم الكتكوتة العسولة دي جت قعدت مكان حضرتك هنا، انا بقى شربتها الكاركتر لما اقنته. والله والله يا جدعان ما تفكرناش بقى بالحاجات الحلوة دي وتطلعوا البت اللي جوايا. اكيد في حاجات تانية جواكي غير البت اللي جواكي اكيد. طب هو حضرتك حرامية؟ حرامية ايه يا عبلة؟ تفهم من بقك، انا مش حرامية، انا ما مدش ايدي في جيب حد. امال ايه بس؟ لا انا هجامة. الله، وهجامة في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكرة النسائية. لا انا مش هجامة في فريق كورة، انا اسرق منزل اطفش خزنة كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر يا نهار اسود، ما تخلصونا يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكية، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامة عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا باش بقى، وتلاقيه كله اجهزة انذارات وكلاب حراسة، ده تلاقيه الحكومة مدروزة هناك. مدروزة؟ اكيد مفيش حاجة صعبة على حضرتك، احنا سألنا عليكي وترقصنا. اتقصنا. Whatever. You're the perfect one for this mission. انت عايزة ايه؟ يعني انت احسن واحدة. قصدي يعني انت عمهم في الحرمية. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعة انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر. بس بصوا من الاخر العملية دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. هو ايه اللي اطلبي اللي انت هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكرة انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمة لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والتلاتة واللي بتاع هتاخدوا فاتورة ضريبية. فاتورة ضريبية؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها بتنفع بتنفع. ماشي ماشي. يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا مش كتير، 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا ابله، احنا بقى لو هنقعد بقى الناد ونفصل من اولها العمليه دي هتتفقر من الاخر كده. العمليه دي فيها ثلاثة، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وانا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وانا اصلا كرمكم عشان انتوا شباب صغننين. طب يا معلمه ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمه كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها 4، انا عاملاها لكم بثلاثه عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كرميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلم، دلوقتي احنا قدامك 4 اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يا لا؟ انت عايز نسرق؟ انت مجنون وانا حرامي؟ انت هبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض ملك سخننا على السرقه كده. خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ اه هاتيه يا معلمه. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلمه، هنعمل ايه دلوقتي؟